مرحبا بحضراتكم من جديد، ولسه معايا كابتن فتحي مبروك. وكلام جدلي شويه عن التحكيم طبعا وعن حكم مباراه امبارح، وكنا بنتكلم يا كابتن في الفاصل على الشناوي وقرار ايقافه من قبل لجنه المسابقات باتحاد الكوره 4 مباريات بعد الواقعه مع الحكم في مباراه الاهلي والبنك الاهلي. وكنت بسالك شايفها ازاي، وكنا بنتكلم في حته التقرير، هل الحكم كتب ده في التقرير؟ لا، كتب انه كان تصرف عفوي من الشناوي. لا بصي، التقرير دائما هو اللي بيؤدي اللجنه المسابقات تاخد قرار ضد اي حد، ضد مدرب او ضد لعيب. هل النهارده تقرير الحكم النهارده ادان محمد الشناوي ان هو تعامل معاه بعنف، تعامل معاه ان هو مسك ايد، تعامل معاه كل هذه الامور؟ فلجنه المسابقات بتدي هذا القرار. تقرير الحكم نفسه هو اللي بيخلي لجنه المسابقات تاخد القرار. هل تقرير الحكم فيه حاجه زي كده؟ طيب بما انه ما فيهوش حاجه زي كده إيه بقى؟ يبقى النهارده هل لجنه المسابقات النهارده من خلال متابعتها للمباراه شافت هذا الموقف وبناء عليه ادت هذا القرار؟ يبقى النهارده قرار، اذا كان هناك ايقاف لمحمد الشناوي مع احترامي الشديد للحكم، ما كتبش في تقريره حاجه ولجنه المسابقات شافت زي ما قلت لك، شافت على شاشه التلفزيون، يبقى الحكم لازم يبقى ياخد قرار وكده. طيب ده انا رايي الشخصي. ماشي، لانه في ناس برضو يا كابتن، او مش ناس، في جماهير النادي الاهلي كتير بيبقوا شايفين انه الاخطاء الكتير اللي بتحصل في مباريات الاهلي، وكمان حاجه زي عقوبه كابتن الشناوي، ده في عرقله مقصوده لمسيره النادي الاهلي. بصي انا مش يعني، معلش انا برضو يمكن برضو انا اهلاوي ومولود في النادي الاهلي، بس انا بتكلم بيه، ما حدش يقدر يعرقل النادي الاهلي عشان تبقى عارفه. صح، يعني محدش هيقدر يعرقل، ولا اتحاد الكره ولا لجنه مسابقات ولا اي حد. النادي الاهلي نادي يملك من القيم وكل شيء ان يقدر كل هذه الاخطاء وكل هذا يتغاضى عنه. يتغاضى عنه ايه؟ بمجموعه اللعيبه، مجموعه المنظومه، مجلس اداره ومنظومه كره جميله ومنظومه كره على مستوى عالي جدا، لعيبه على مستوى عالي، اجهزه فنيه. فكل ده ما يقدرش يعرقل مسيره النادي الاهلي. بس انا يعني مع حضرتك، يعرقل دي انا ما بحبهاش. يعرقل نادي، عارفه لو نادي صغير، اقول لك ولكن النادي الاهلي نادي كبير يقدر كل هذه الامور ولا يحطها في باله. ولا يحطها في باله حتى بالرغم من نتيجه امبارح التعادل، ولا يحط الكلام ده في باله. بالرغم من ايقاف محمد الشناوي، ولا يحط هذا الكلام ده في باله.